الرحلة هي بس أخذنا إلى بلاد الرافدين مع المطرب الكبير محمد الثامر اللي معانا مباشرة. محمد مرحبا بيك وعسلامة بالتونسي. مرحبتين يا أخي. أهلا وسهلا. شنو أحوالك؟ إن شاء الله أنت بخير. شنو أحوالك؟ صحة وسلامة إن شاء الله دين. وينعاد علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والبركة يا رب. إن شاء الله أمين يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي يعطيك الصحة ويعطيك العافية يعني إن شاء الله. خلينا نطمن عليك على أخبارك الفنية محمد السامر، طبعا يعني فنان كبير اسم ما شاء الله، مجموعة كبيرة وهيلة أيضا من الأغاني اللي قدمتها، خاصة الأغاني العراقية الفترة هذه. أنا نذكر بشهر ثلاثة تقريبا حتى للفترة الماضية، فترة الكورونا الواحد ممكن نخذ استراحة، لكن محمد السامر ظهر لي ما ثماش استراحة. الأعمال القادمة شنو تحضر الفترة الجاية محمد؟ عندي أعمال هسه حاليا جديدة، آخر عمل سجلته تقريبا إنجاز 90% أنا والفنان الكبير ياس خضر، هو طبعا عمل تلفزيوني، أغنية ديتو أنا كملناها تقريبا، باقي شغلات لمسات بسيطة وتنتهي الأغنية إن شاء الله تنعرض وتشوفوها إن شاء الله. تحية طبعا للمطرب. ألبوم جديد على شكل موالات راح ينزل قريب جدا حاليا. هذا هو الجديد إن شاء الله. شو رأيك نسمع شوية من عندك هيك دندنة على اللايف اليوم، ولو شوية من عندك محمد نعرف صوتك ما شاء الله. الله ينورك. شذاب دولب لي وكيت بمحبتك، شذاب والله روحك مرمورت من عشرتك، شذاب دولب لي وكيت بمحبتك، شذاب والله روحك مرمورت من عشرتك، شذاب وتريد أمين النوب لك، لا ما أريد كل شي انقضى، وتريد أمين النوب لك، لا ما أريد الشقيض، لو صيرت بس انت الديوة، لا ما ارد وانسى الموضوع، لو صيرت بس انت الديوة، لا ما ارد وانسى الموضوع، شذاب شذاب. الله يسلم هالصوت مطربنا يعطيك الصحة. محمد، هل بشرطه أن مطرب كبير بحجمك لازم أنه يعمل ديو مع مطرب كبير عادي، وإلا لازم يغير شوية؟ والله أنا يعني عملت هذا الديوت الأخير مع الفنان ياس خضر لأنه هذا ضروري جدا، لازم يلتقوا العمالقة، وهذا طبعا الموضوع شجعوني عليه الكثير أنه لازم أنا أسجل ديوت مع ياس خضر. بعدين هذه الفكرة عندي قائمة من الزمان، من قبل الاحتلال، انه انا لازم اسجل الاغنيه، وسجلت الاغنيه وكملتها بالاذاعه والتلفزيون انا وياس خضر، وراحت الاغنيه اثناء القصف على العراق. وراسه الفكره رجعناها بالجديد وعدناها، بس مو نفس الاغنيه القديمه، كانت لها اغنيه جديده كلمات والحان جديده، اما القديمه كانت واحده من اغانيه اللي انا اختاريتها طبعا من الاغاني مالت السبعينيه، انه نعيدها انا وياه. اما هاي الاغنيه لا، جديده طبعا. جيد، هذا سكوب أول، هذا خبر حصري يعني مازال لحد الآن، ممكن حتى الصحافة ما حكتش عليه. ديو ياس خضر ومحمد السامر اثنين فنانين كبار، إن شاء الله بالتوفيق. أول كلام أنا أتكلم عن طريق أنت فقط، ما حد يعرف بهذا الموضوع نهائيا. الله الله يا سيدي، ها عندنا سبق اليوم ممتاز. محمد، يعني حاليا الوضع عامة، خاصة نحكي ممكن على الوضع الفني في ظل جائحة الكورونا، يعني هل إن الحياة عادية فنيا، السهرات والحفلات، وإلا كل شيء منقطع الفترة هذه؟ والله صاد مجيد، حاليا من بدت هاي هذا الوباء، من بدأ لحد الوضع شبه معدوم فنيا نهائيا، اي حفلات اي نوادي اي شغلات كلها ماكو، ما عدا بقى العالم استغلت هذا الوضع باعتباره قاعد، اللي عنده تسجيل سجل، اللي عنده تصوير صور، لقاءات كذا، اما اي حفلات اي موضوع فني ماكو نهائيا لحد الان.
ان شاء الله ربي يفرجها وربي يرفع هذا البلاء ان شاء الله علينا الكل يا رب العالمين. وان شاء الله توعد جمهورك ان شاء الله الديو هذا وقتاش باش ينزل؟ برمجتوا له وقت ولا مازال؟ يعني اتوقع من اقل من شهر يكون العمل جاهز وينبث. اوديو ولا فما فيديو؟ لا 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 فيديو كليب تصوير. الله الله هذا الابداع. هذا الابداع التصوير، يعني التصوير من جانبي انا كملت يعني تصويري انا كمرحله اولى الي خلصت، باقي بس استاذ ياسر يروحون يصوروا لك مقطع، والمقطع الاخير اللي هو انا راح نجيب عسويه وراح ينتهي العمل. اما كتسجيل صوت اوديو يعني منتهي خلاص بشكل خاص الى سماء تونس حبيبه. اي ان شاء الله نشوفكم بخير وبعز وسلامه، وتحياتي لك ولك مني كل الاحترام والحب. احترامي لك سيدي، شكرا.